وحول هذا الموضوع ينضم معنا مدير عام صحة كركوك عبر الهاتف الدكتور زياد الجبوري. أهلا ومرحبا بك دكتور زياد، وبداية هل لك أن تطلعنا على أسباب وإحصائيات حادث تسرب الغاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية تحية لحضرتك ولقناتكم الموقرة ولمشاهديكم ومتابعيكم الكرام. أهلا بك دكتور. دائرة صحة كركوك استقبلت 12 حالة، جميع الحالات هي مستقرة، وتم إرسال 12 سيارة إسعاف إلى القرية، وجميع الذين دخلوا حالتهم مستقرة تلقوا العلاج في مركز صحي يعيش الرئيسي، أي أنه لم يتم إدخال أي حالة إلى مستشفيات كركوك، والوضع الآن جيد وتحت السيطرة. نعم، طيب دكتور، أسباب هذا الحادث الرئيسي؟ والله هو كما ذكرت تقارير قناتكم الموقرة وكذلك مواقع التواصل، نعم، هو انفجار لأحد الأنابيب، لكن كما تعلمين نحن في دائرة الصحة لم نصل إلى مكان الحادث، كان محاط بالقوات الأمنية، لكن جميع الحالات تم نقلها إلى المركز الصحي الرئيسي وأخذت العلاج المطلوب وخرجت وحالتها مستقرة. نعم، مدير عام صحة كركوك الدكتور زياد الجبوري، شكرا جزيلا لك.